السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من هذا الدرس. في هذا الجزء بحول الله سنقوم بتحريك لهذا الآيس كريم كما شفنا في البداية. قمنا أيضا في الدرس السابق بعمل النمذجة وعمل الخامات والإضاءة للمشهد. الآن سنتحول إلى عملية التحريك ونتعرف على بعض الأساسيات في التحريك. فأول حاجة سأقوم بها هي أقوم بتحديد هذا الجزء العلوي الشوكولاتة وتحديد الجزء السفلي العصا مع تحديد أخير للجسم، ثم أقوم بعمل كنترول بي وأختار كيب ترانسفورم. فالآن إذا قمت بتحريك الجسم سيتحرك العصا والشوكولاتة معا. جيد، الآن سنتعرف على خاصية الشيب كيز في بلندر. سأحدد هذا الجزء الأخضر، أذهب إلى هذه الأيقونة هنا وأضغط بلس ونسمي هذه نورمال. فهذه تعبر عن الحالة العادية للوجه، فالآن هو مبتسم قليلا لنجعله أو نخلوه بهذا الشكل، فهو في الحالة النورمال، حالة عادية، وجه عادي. فأضغط بلس ونسمي هذه ساد حزين. فالآن سأقوم بتحويل هذا الشكل إلى وجه حزين، فأدخل إلى الإيديت مود. فهكذا يعمل الشيب كي، الحالة الأولى والحالة العادية، وسنتعلم كيف سنحركهما. أذهب إلى نحدد الساد هنا الحزين وأدخل إلى الإيديت مود بهذا الشكل، وسأحاول جعل هذا الوجه يبدو حزين. أقوم بتحديد هذه النقاط، تأكدوا من أنكم لا تحددون النقطة الخلفية، وسأقوم الآن بتخفيض هذه على المحور زد جي زد وتكبير لأداة دائرة البروبورشنال إيديتين بهذا الحجم. فالآن الوجه يبدو حزين بهذه الطريقة. فأحدد أيضا هذه النقطة هنا وحركها على المحور زد جي زد بهذا الشكل. فالآن كما تشاهدون، إذا حركت هذه القيمة هنا إلى 1 فالشكل يصبح حزين. الآن سأضيف واحدة هنا أيضا لوجه سعيد هابي بهذا الشكل. أدخل إلى الإيديت مود، فطبعا الإيديت مود دوما يحافظ على الشكل الأول اللي هو النورمال. فالآن سأحاول جعل هذا الوجه يبدو سعيدا، فأقوم بتحديد أيضا هذا الجزء هنا، تأكدوا من عدم تحديد هذه النقطة الخلفية، وأقوم برفعه على محور زد جي زد بهذا الشكل، هذه النقطتين هنا أيضا على محور زد. دوما تأكدوا من تفعيل خيار Proportional Editing، وهذه النقاط هنا سأقوم أيضا برفعها قليلا، فقط قليلا بهذا الشكل، فهو يضحك بهذا الطريق بهذا الكيفية. الآن سأقوم بتحريك هذا الوجه. فلنقل أنه في اللحظة صفر اللي هي الفريم واحد سيكون بالوضع العادي. فلجعل ذلك نحتاج إلى الكي فريمز. فتأكدوا أن الساد عند صفر والهابي عند صفر. فنذهب إذا كان صفر أذهب وأضغط على هذه النقطة هنا، وفي الهابي أيضا أضغط على هذه النقطة هنا. هذه النقطة تمثل خيار إضافة الكي فريم. فتشاهدون أنشأنا هذه النقطة هنا اللي هي تعبر عن الحالة الأولى. ثم لنقل مثلا في الفريم 18 سيحافظ على هذا الشكل، يعني يبقى في الحالة النورمال. فنؤكد أيضا هنا ونضغط على النقطة مجددا، وعلى الهابي ونضغط على النقطة مجددا، فلا شيء تغير لحد الآن. جيد، الآن سأقوم بتحريك الشكل
سأجعله يدور حول نفسه. ففي هذه الوضعية، أي في الـ أو عند مثلا عند الفريم 20، سيبدأ بالدوران. نضغط E لإنشاء، نضغط I لإنشاء كي فريم I، وتظهر لنا هذه القائمة. فنختار نوع الكي فريم اللي هو الروتيشن، يعني سيقوم بالدوران روتيشن. ثم مثلا عند الكي فريم 30 سيدور ب 180 درجة على المحور Z. R Z 180 درجة، وأضغط I وأضغط روتيشن لتأكيد هذه الوضعية. ثم عند الـ40 سيدور مجددا ب 180 درجة، R Z 180، فيصبح بهذه الوضعية. وأضغط I أختار روتيشن. فالآن إذا قمت بتشغيل الأنيميشن سيدور حول نفسه بهذه الكيفية الجميلة. الآن في مرحلة الدوران أود أن أضيف بعض التشوه في الشكل أو حركة لولبية حول نفسه. فأذهب إلى الموديفايرز وأقوم بإضافة Simple Deform Modifier. فتشاهدون الشكل أصبح بهذه الوضعية. فأتحول إلى المحور Z ليكون التشوه أو التموج على المحور Z. فعند اللحظة 20 هو صفر، لا يوجد تموج، لأنه في هذه اللحظة بدأ بالدوران. فقمة أو القيمة العليا للتموج ستكون في المنتصف عند 30، فنجعلها عند 90 درجة. وأضغط على، عفوا، أعود هنا وأجعلها عند الصفر مجددا كما قلت. وننشئ كي فريم مثل ما فعلنا مع الشيب كيز. أضغط على هذه النقطة هنا عند 30، أجعلها عند 90 كما قلنا، هي أكبر قيمة للتموج أو التشوه. ونضغط على نقطة الكي فريم مجددا. عند 40 تعود إلى الحالة 0، لأنه توقف عن الدوران، فيتوقف التموج أيضا عند الصفر. وأضغط الكي فريم. الآن إذا قمت بتشغيل الأنيميشن كما تشاهدون، هنالك التموج مع حركة الدوران، لكن قطعة الشوكولاتة العلوية تدور لكن ليس لها تموج. فلذلك سنقوم بعمل التموج أيضا موديفاير ديفورم لقطعة الشوكولاتة العلوية. فعند اللحظة 20 سأضيف السيمبل ديفورم موديفاير وأجعله عند 0، وأضغط على نقطة الكي فريم. ثم عند 30، سأجعلها عند 50 درجة، وأقوم بتحديد شكل الجسم أنه هو اللي راح يكون محور التموج. وأحول أيضا هذه إلى المحور Z مثل ما فعلنا في الجسم الأخضر. فكما تشاهدون الآن هي ملتصقة ومتموجة تماما مع الجسم. فأضغط على نقطة الكي فريم هنا في 30، وعند 40 تعود إلى الحالة 0 مجددا، وأضغط على الكي فريم مجددا. فنقوم الآن بتشغيل الأنيميشن ونشاهد ذلك. جيد، تموج جميل جدا. جيد، الآن سأقوم بعمل ذوبان لهذا الشوكولاتة، ويصبح هذا الآيس كريم حزين عند ذوبان الشوكولاتة. فعند اللحظة 40 سأحدد هذه الشوكولاتة، وسأقوم بصنع شيب كي مثل ما صنعنا في الجزء الأول. سأضغط بلس وأضغط وأسمي هذه نورمال، وأضغط بلس مجددا وأسميها ديسولف، يعني ذوبان. فلعمل الذوبان أقوم بعزل الشوكولاتة عن البقية مثلا بهذه الكيفية. أقوم بإلغاء تأثير السوليديفاي، أضغط على التاب وأدخل إلى الإيديت مود. أقوم بتحديد هذه النقطة مثلا، وأحرك على المحور زد جي زد هذه النقطة أيضا، جي زد هذه النقطة، جي زد
أقوم بتصغير تأثير الـ Proportional Editing، وهذه النقطة جي زد هذه، وهذه أيضا، جيد. الآن سنشاهد كيف يتغير أو كيف يتشكل ذلك الذوبان. لاحظوا، إذا ذهبنا إلى Shape Key وجعلنا هذه القيمة تتغير نحو الواحد، فهنالك ذوبان بسيط في الشكل. أضغط سلاش لإظهار بقية المشهد. فعند الحالة 40 سيكون الذوبان صفر، لا يوجد ذوبان، فأضغط على نقطة الكي فريم. وعند النقطة 60 مثلا، أو عند النقطة 50، يصبح الذوبان عند واحد. فعند ذوبان هذا الجسم من الشوكولاتة، يصبح الجسم حزين، فنحدد الجسم. فعند النقطة 40 إلى 50، عند النقطة 40 نجعله تكون القيمة تكون قيمة الساد والهابي صفر، فنؤكد ذلك صفر. ثم من 40 إلى 50 يصبح كما نقول ساد 100%، حزين 100% عند ذوبان الشوكولاتة. فأضغط على الكي فريم هنا ويستمر عند 60. فعند 60 أيضا أضغط على كي فريم حزين. فالآن دعونا نشغل الأنيميشن. جميل، فعند ذوبان الشوكولاتة يصبح حزين بهذه الوضعية. الآن عند اللحظة 60 سيبدأ بالدوران مجددا حتى يصبح سعيد مجددا. سأقوم الآن بإضافة كي فريم للدوران اي روتيشن. ثم عند 70 سيدور ب 180، ار زد 180، واضغط اي لتأكيد هذه وضعية الدوران. ثم عند 80 ار زد 180 اي روتيشن. فالآن قام بعملية دوران مجددا. نفعل نفس الشيء مع الديفورم موديفاير. أقوم بتأكيد كي فريم صفر هنا عند 60، أما عند 70 فتصبح 90 درجة. أقوم بتأكيد هذا الكي فريم. ثم عند 80 تصبح صفر مجددا، وأقوم بتأكيد الكي فريم. نجعل هذه عند 90، أي عدد الفريمات. ثم نفس الشيء بالنسبة لقطعة الشوكولاتة، فعند 60 صفر، أقوم بتأكيدها. عند 70 تصبح 50، مثل ما فعلنا في الجزء في حالة الدوران الأولى، تأكيد الكي فريم عند 50 درجة. وعند 80 تصبح مجددا عند الصفر، ونضغط على أيقونة نقطة الكي فريم. فالآن من 80 إلى 90 سيصبح سعيد مجددا، من 80 إلى 90. فنذهب عند 80، أحدد الشكل الأخضر، فأجعل الساد عند صفر، أقوم بإضافة كي فريم. نعم، يصبح عادي. ثم من 80 إلى 90 سيصبح هابي 100% بهذه الطريقة الجميلة. الآن سأقوم بعمل play للأنيميشن أو تشغيل الأنيميشن حتى نشاهد. ففي الأخير عندما يصبح سعيد هي قصيرة جدا، فسأقوم بزيادة الفريمات إلى 100 وأجعل هذه
فسنشاهد ذلك مجددا. في الحقيقة هو لا يظهر كيف أصبح سعيد في الأخير. 80. عند 80 يجب أن نجعل الهابي عند 0 ونؤكد الكي فريم، ثم عند 90 سيظهر أنه ابتسم بهذه الطريقة. ثم أن نجعل هذه عند 110، عند 100 أو 105، عند 100 يصبح في الوضع العادي، فنجعل الهابي عند 0 مجددا، والساد عند 0 أيضا، حتى تصبح حركة كما نقول لوب. هنالك بعض الخطأ هنا، من 80 إلى 90 يبتسم، فنريد أن يستمر في الابتسامة. أضغط X وأقوم بحذف هذا الكي فريم، ثم أضغط حدد هذا الكي فريم وأقوم بمضاعفته Shift D وأجعلها عند 100. ثم من 100 إلى 105 يصبح عادي، سأجعل الهابي عند 0 وأقوم بإضافة كي فريم. بهذه الكيفية الجميلة هذه هي الرندر النهائي. جيد، الآن الأنيميشن جاهزة، سأقوم بعمل تصدير لفيديو الأنيميشن. فهنا تأكدوا من استعمال رندر انجن ايفي لأنه أخف وأسرع وسيعطي نتيجة جيدة. السامبلين خلوها عند 64، قمنا في الدرس السابق بتفعيل كل هذه الخيارات لإعطاء مظهر أفضل. الحجم 1080 بكسل 1080، يمكنكم تغيير إلى أي حجم تريدون. عدد الفريمات في الثانية 24، خلوها عند 24. أقوم فقط بتحويل هذه من PNG إلى AVI JPEG لأنه هذه صيغة فيديو، أما PNG فهي صيغة صورة. فإذا أبقيتم على PNG ستحصلون على سلسلة صور وليس فيديو. يمكن أخذ سلسلة الصور وتحريكها مجددا هنا في بلندر، لكن الأفضل أن نصدر فيديو مباشرة. أختار AVI JPEG، ثم أقوم بإعطاء اسم للفيديو فأسميه مثلا آيس كريم أنيميشن، ثم أقوم بعمل رندر أنيميشن. أذهب إلى رندر وأضغط رندر أنيميشن من هنا بهذه الكيفية، فيبدأ بعمل الرندر للأنيميشن. فتشاهدون هو يقوم برندر فريم بعد فريم، صورة بعد صورة، لكن في الأخير سيظهر لنا فيديو. هذا كل ما لدينا في هذين الدرسين البسيطين. ألقاكم في دروس أخرى بحول الله، أتمنى أن تكونوا استفدتم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.